السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سوف نقوم بإنجاز صفحة 114 من المفيد في اللغة العربية، السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. على بركة الله نبدأ. الوحدة الثالثة، الأسبوع الرابع، التطبيقات الكتابية، مجال الوقاية من الأخطار. أنجزوا على دفتري. أولا، أصرف الفعل رشة حسب الضمائر والأزمنة. لدينا جدول ولدينا ضمائر، وهنا لدينا أزمنة. الضمائر لدينا أنت، أنت، أنتم، أنتن، والأزمنة لدينا الماضي يعني الأمس، المضارع أي الآن، والأمر يعني الطلب. أنت رششت في الماضي، أنت رششت في المضارع، أنت ترش، أنت ترش في المضارع، وفي الأمر أي الطلب أنت رش. الفعل رش، في الأمر نقول رش. الضمير الثاني أنت، أنت رششت، أنت رششت في الماضي، أنت رششت، ونكتب رششت، أنت رششت. وفي المضارع أنت ترشين، وأنت ترشين، أنت ترشين. وفي الأمر نقول رشي، رشي. أنتم رششتم، أنتم في الماضي رششتم، وفي المضارع نقول أنتم ترشون، أنتم ترشون، أنتم ترشون. وفي الأمر رشوا، رشوا، في الأمر رشوا. أنتن في الماضي رششتن، في الماضي رششتن، أنتن رششتن، أنتن رششتن. وفي المضارع أنتن ترششن، أنتن ترششن، أنتن ترششن. وفي الأمر رششن، رششن. ثانيا، أحول. توضأت ثم بدأت أرتل القرآن. توضأت ثم بدأت أرتل القرآن. هنا الضمير هو أنا، نحول إلى نحن. نحن توضأنا ثم بدأنا نرتل القرآن. نحن توضأنا ثم بدأنا نرتل القرآن. نحن توضأنا ثم بدأنا نرتل القرآن. أنتم، أنتم توضأتم ثم بدأتم ترتلون القرآن. أنتم توضأتم ثم بدأتم ترتلون القرآن. أنتم توضأتم ثم بدأتم ترتلون القرآن. أنتن، أنتن توضأتن ثم بدأتن ترتلنا القرآن. أنتن توضأتن ثم بدأتن ترتلنا القرآن. أنتن توضأتن ثم بدأتن ترتلنا القرآن. التمرين رقم 3، أضع الكلمة المناسبة في كل جملة. هطولا، فوق، مغامرة، صباحا. الجملة الأولى، أشرقت الشمس صباحا، أشرقت الشمس صباحا. غامر العصفور خطيرة، غامر العصفور مغامرة خطيرة، غامر العصفور مغامرة خطيرة. بنت الطيور أعشاشها الشجرة، بنت الطيور أعشاشها فوق الشجرة. أين بنت الطيور أعشاشها؟ فوق الشجرة. هطلت الأمطار شديدا، هطلت الأمطار هطولا شديدا، هطولا شديدا. إذن أشرقت الشمس صباحا، غامر العصفور مغامرة خطيرة، بنت الطيور أعشاشها فوق الشجرة، هطلت الأمطار هطولا شديدا. التمرين رقم 4، أضع علامة في أمام الكلمة الدخيلة. لدينا شارع، درب، مطر، طريق،
زقاق، إذن شارع درب طريق زقاق، والكلمة الداخلة هي مطر، ونضع علامة في أمام مطر.